بخبر جايين النهارده كلنا الحقيقه متحمسين ليه، لانه اي حاجه ليها علاقه بربط الوطن بالتكنولوجيا، بربط الخدمات التي تقدم من الحكومه بالتكنولوجيا، ده بيدي لك جرعه تفاؤل حلوه قوي، ويعرفك ان انت باذن الله متجه الى تنميه مستدامه، متجه الى مزيد من التكنولوجيا، مزيد من تقليل التعامل ما بين العنصر البشري والمواطن، وبالتالي بنسرع في خدمات كتيرة، بنواكب العالم وحاجات تانية كتيرة جدا. النهاردة الحقيقة يمكن تم الإعلان عن انطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول على الموبايل، ده هيكون إن شاء الله اعتبارا من صباح بكرة السبت، وأعتقد يعني أنه هذا التاريخ اختيار هذا اليوم يعني أعتقد أنه ليه مغزى هنعرفه بعد قليل، من خلال توفير برنامج جديد الاستعلام والحجز لحجز السكة الحديد عن طريق التليفون المحمول اللي حضراتكم شايفينه ده دلوقتي. ده طبعا تطبيق، التطبيق ده هتنزلوه، هو حاليا متوفر على بلاي ستور، وان شاء الله المفترض انه ده طبعا اللي بيشتغلوا على اندرويد، المفترض اللي هيشتغل على ابل قريبا المفروض هينزل ابل ستور. ايه قصه التطبيق ده؟ ببساطه شديده جدا ده برنامج حضرتك هتحمله على موبايلك، طبعا هيطلب منك كده بروسيجرز، حاجات معينه كده تعملها، هيطلب منك تسجل اسمك، تكتب اسمك الثلاثي او الرباعي، هيطلب منك مثلا تنتقل من 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 ستيب او من خطوه الى خطوه اخرى، هتنزل التطبيق ده او الابلكيشن ده، فحضرتك لما تحب تحجز تذكره قطر بدل ما تضطر تنزل من المكان اللي انت فيه وتروح تقف في طابور طويل ويا تلاقي تذكره يا ما تلاقيش، حضرتك وانت قاعد في البيت وانت راكب المواصله وانت قاعد في مكتبك هتمسك الموبايل تفتح الابليكيشن او التطبيق ده وهتقدر تحجز تذكره القطر بتاعتك عن طريق هذا التليفون. انا بعتقد الحقيقه ودي خطوه مهمه جدا، يعني الراكب هيقدر ينشئ حساب جديد اذا ما كانش ليه حساب قبل كده على الموقع الالكتروني. في تفاصيل تانية كتيره جدا، وفي حتى فيديو تعريفي بعد لحظات هنشوفه مع حضراتكم، لكن خلونا ناخد هاتفيا معالي الوزير الدكتور هشام عرفات وزير النقل. اهلا وسهلا يا فندم علي وزير، بحضرتك اولا كل عام وحضرتك بخير بمناسبه السادس من اكتوبر. اهلا يا فندم، اهلا استاذ منه، كل عام حضرتك طيبه، متشكر خالص. وحضرتك طيب ومبروك، وانا كنت بقول من شويه بس ما شرحتش ليه، لانه حضرتك طبعا يعني حضراتكم اللي ليكوا هذا السبق في الحدث الجميل، انه ليه يتم اختيار غدا السادس من اكتوبر لطرح هذا البرنامج الجديد. دي خطوه كويسه جدا يا فندم، العالم اغلبه دلوقتي بره في الدول المتقدمه بيعمل ده، كنا ما زلنا بننشد التنميه ونبدا بالفعل يكون عندنا هذه التطبيقات اللي تسرع وتساعد على استخدام التكنولوجيا، شيء محترم جدا، فمبروك اولا، وثانيا بقى عايزين كل التفاصيل من حضرتك يا معالي الوزير، كيف يمكن للمواطن المصري ان يقوم بحجز تذكره السكه الحديد عن طريق الموبايل ده، مش محتاج ينزل يقف في طوابير ولا يروح لاي مكان. يعني انا طبعا انا بشكر ان حضرتك اهتميتي بهذا الموضوع، لان زي ما حضرتك اشرت هو فعلا الموضوع بيهم المستخدم عندنا في السكه الحديد. بس انا عايز اقول حاجه بس اذا اذنتي لي، احنا قبل ما كنا نخش في البرامج التطبيقيه اللي خاصه بالسيرفيس او كسيرفيس بروفايدر، يعني احنا كسيرفيس بروفايدر لاهلنا، كان لازم قبل ما نعمل حاجه زي كده كنا نبص على حاله السكه نفسها وحاله البنيه الاساسيه اللي كانت فيها، كانت بتعاني من التقادم وغياب التحديث والصيانه، خلينا نتكلم بصراحه برضه. فاحنا حقيقه كان غياب التحديث لسنين طويله كان لازم يخلينا نهتم الاول في الاساس ان احنا نظبط البنيه الاساسيه، وده اللي كان شغلنا الشاغل على مدار السنتين اللي فاتت دول، ان احنا نهتم جدا بيها بهذا الملف يعني. طيب بعد ما اهتمينا بالبنيه الاساسيه، ويمكن حضرتك عقدنا لقاء طويل مع حضرتك واتكلمنا فيها قبل كده ان البنيه الاساسيه هي السكه والاشارات والكلام ده، كان لازم نهتم برضه بالوحدات المتحركه اللي هي خاصه بتشغيل القطر نفسه، اللي هي زي القرارات والعربيات، وعملنا الحمد لله بدعم الحكومه حقيقه ودعم القياده السياسيه اللي احنا قضينا تعاقدات مهمه جدا للجرارات والعربيات، وعملنا يمكن اكبر صفقه في تاريخ السكه الحديد من حوالي 10 ايام او 40، اللي هي ال 1600 عربيه اللي هيبتدوا يصنعوا ان شاء الله باذن الله في مصر مع شركه مجاريه روسيه، مع
الهيئه الانتاج الحربي او وزاره الانتاج الحربي. فهي الفكره ان حضرتك بقى كان لازم نبص بالتساوي مع كل ده بالتوازي مع الكلام ده، كان لازم نبص برضو على بقى ازاي نقدم الخدمه لاهلنا. فكان الحقيقه فكره الموبايل ابلكيشن ده نبع من اكثر من سنه، وكنا قلنا احنا عايزين نفعل التكنولوجي في موضوع حجز التذاكر، وفعلا فعلنا حجز التذاكر على الانترنت. ووصلت تقريبا ل 10% من التذاكر القطارات المكيفه ان احنا طرحناها في الانترنت، وفعلا في ناس كتير قوي كانت بتحجز على الانترنت القطارات. كان الحقيقه حلمنا بقى ان احنا نخش بقى على موبايل ابلكيشن، يكون عندنا موبايل ابلكيشن وات ايفر على الاندرويد سيستم، نظام الاندرويد او البلاي ستور او نظام الابل اللي هو على الاب ستور، بحيث ان هو يبقى اسهل وايسر لمعظم الناس. لان الحقيقه احنا بنعاني في بعض الاوقات بالذات في الويك اند والمواسم وات ايفر المواسم دهيت، يعني مثلا النهارده 6 اكتوبر في لونج ويك اند، يعني كان الجمعه والسبت والحد كمان اجازه، فتجدي ان حركه في السكه الحديد كتيره. يعني نجد ان وبعدين الحقيقه الاعداد اللي بتستخدم السكه الحديد ازدياد شديد جدا، بقى لنا اكثر من سنتين في بنلاحظ الموضوع ده، لان فعلا السكه الحديد لما تيجي تقيسيها بوسائط النقل الاخرى هي طبعا اسرع وامن، خلينا نتكلم بصراحه امن كمان يعني، وكمان ارخص يعني، ان شاء الله هتفضل ارخص برضه من وسائط النقل بالنسبه مقارنه بالذات لما بتاخدي مسافات طويله. يعني احنا بنتكلم على القاهره اسوان، القاهره سوهاج، القاهره هنا تحتها ارض حديد طبعا، حتى القاهره اسكندريه. فهي الفكره ان احنا لازم يكون فيها طريقه يعني ايسر، بدل ما الواحد يطلع ويقف على الانترنت او يطلع على المحطه او حتى يطلع على السنترال عشان يحجز وبعد كده يلاقي مفيش حجز، لا ما او مفيش تذاكر، فاللي هو الايسر هو لو دخل على الموبايل هيقدر يشوف الكلام ده. فاهم قصدي؟ وتبقى دي حاجه هاندي بالنسبه له يعني. هو يا فندم لما كنا بنقدر عن طريق الانترنت العادي ندخل على الموقع ونحجز، ما كانش لسه في الابلكيشن، كنا نقدر نتشك الافيلابيلتي بتاعه التذاكر او توافر التذاكر؟ كانت 10% كانت 10%. النهارده كمان هنحط 10% بصفه مبدئيه كمان اضافيه للموبايل ابلكيشن، هيبقى يصبح عندنا حوالي 20%. 20% فانا يهمني بقى ايه بقى الفتره هي ان الشباب يعني حقيقه يعني ابنائنا بقى من الشباب هو حقيقه بيزيد استخدام التكنولوجي، اتمنى ان هم يحملوا البرنامج عندهم ويدونا فيدباك ان احنا حقيقه عملنا يعني اطلقنا البرنامج تجريبيا في شهر 8 وفي ناس كتير قوي على فكره ادت لنا ملاحظات عليه. يمكن ايه ابرز الملاحظات اللي وصلت لحضراتكم من معالي الوزير؟ كان في حاجات كتيره خاصه، في ناس عايزه مثلا كانت تبين القطر اللي ترسم العربيه الرسم العربيه بحيث ان هو يختار الشير او يختار السيت بتاعه بنفسه، انت فاهم قصدي؟ وده فعلا بيتيح له هذا النهارده. كان في بعض الطلبات ان كنا احنا عاملينها 5%، فالناس طلبت مننا ان احنا نزود ال 5% عشان كده وصلنا ل 10%. فهو حضرتك طالما احنا هنعمل اوفيشال لاونشنج بكره فهو او اطلاق رسمي ليها، وبمناسبه 6 اكتوبر كده احنا قاصدين الميعاد ده هو بالذات، لان احنا فعلا مش هنلاقي يوم اجمل ولا اشرف من توقيت هايل والله يا فندم، ان اللونشنج يتعمل في يوم جميل زي كده، ده والله فكره هايله الصراحه. طيب سؤال تاني معالي الوزير، السوق السوداء هل بالابلكيشن ده نقدر نقول ان احنا باذن الله هنقضي لدرجه كبيره؟ عشان اكون امين معاك يعني، انت عارف انا الحقيقه قلتها الصراحه. طب احنا لن نقضي على السوق السوداء بصفه نهائيه الا لو العرض اتزن مع الطلب. البرنامج ده بيعمل تسهيل، انت فاهم قصدي؟ للحصول على التذكره، انما هل هيقدر ينهي على السوق السوداء؟ السوق السوداء لن يعني طبعا هي خفت جدا عن السنين اللي فاتت بشهاده ناس كتيره يعني، من بينهم الاي اف سيز اللي هم الانترناشونال فاينانشال كوربوريشن بيتابعوا وبيسجلوا الستيتس بتاع السكه الحديد
سنويا، واحنا الحمد لله تصنيفنا في السكه الحديد اتحسن جدا عن السنين اللي فاتت، السنه دي بالذات يعني. ف ويمكن بقى نقولها بالتفصيل يعني ان شاء الله باذن الله. فهي حته السوق السوداء دي انخفضت جامد قوي، بس عشان انا انهي عليها لاجب ان ان يتوازن العرض مع الطلب، سبلاي فيرسس ديماند. دي مش هتتناسب غير لما اخلص الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي حاليا. دلوقتي في شغل كهرباء الاشارات او مشاريع الاشارات اللي احنا بنعملها الكترونيه، اللي هي دي هتمكننا ان احنا نرفع السعه القصوى بتاعه الخط. النهارده انا ما اقدرش ارفع السعه القصوى. يعني ايه ارفع السعه القصوى؟ يعني ما اقدرش احط ازود عدد الاطارات، لان لو زودت عدد الاطارات هيحصل مشاكل كثيره جدا في التشغيل وقد تؤدي الى حوادث. فهي الفكره ان احنا عندنا السيفتي ثم السيفتي قبل كده ثم السيفتي، فاحنا ما نقدرش نعمل كده غير اما ننهي عمليه استحداث النظام الجديد اللي هو بنعمله، اللي هو نظام الاي اي اس اللي احنا اتكلمنا مع حضرتك فيه كده كتير، اللي هو الالكترونيك انترلوكينج سيستم. ده اللي هيديني الامان الكامل بحيث ان انا ازود الاطارات وانا مش قلقان من الخطا البشري. يعني فكره اني انزل اطارات جديده دي مش بس معتمده على الاطارات نفسها، لا هي معتمده على البنيه التحتيه كمان ودخول الانظمه الجديده دي. هي دي الله يسعدك، دي اهم ملف اهتمينا بيها، وحقيقه القياده السياسيه دعمانا فيه والحكومه حقيقه دعمتنا فيه جدا، لان حقيقه الملف ده في منتهى الاهميه. وده لو كان في اهمال، كان في فكره حديث من سنين، فكان الاهمال كان ان احنا ما اديناش اتنشن او اديناش اهتمام شديد بالملف البنيه الاساسيه بالذات في موضوع الاشارات وتجديد السكه تجديد كامل يعني. فالفكره ان احنا ساعتها هنقدر نقول والله احنا عندنا امان، فبالتبعيه ازود الاطارات وانا مش قلقان. اول ما هزود الاطارات مع الجرارات الجديده والعربيات الجديده اللي احنا هنجيبها هنقدر نلبي بقى الطلب على النقل ساعتها. يبقى ساعتها الجاب او الفجوه الكبيره اللي ما بين العرض والطلب هتقل، فبالتبعيه لما تقل السوق السوداء كمان بطبيعه الحال الاقبال عليه هيقل. السوق السوداء هتقل بالذات ده مع الابلكيشن اللي احنا هنطلقه بكره ده كمان. صحيح. فهيبقى ساعتها كل العناصر اكتملت. انا فاهمه كده من حضرتك يا فندم قوي، انه في اولويات حطيناها في الجدول عندنا، يعني احنا عارفين احنا دلوقتي بنشتغل على ايه والخطوه اللي جايه باذن الله ايه وهكذا. لازم يكون عندنا الخطه واضحه. الخطه زي ما قلت لك بتشتمل على بنيه اساسيه، تشتمل على بنيه فوقيه، وتشتمل على بنيه خدميه. البنيه الاساسيه اللي هي اللي احنا شغالين فيها اشارات والاخر والكلام ده. البنيه الفوقيه اللي هي الجرارات والعربيات اللي هي مضينا عقودها الحمد لله، والتصنيع باذن الله بمشاركه مصانع المصريه، كانت سواء سيماف في الهيئه العربيه للتصنيع او مصانع الهيئه العامه هيئه الانتاج الحربي، هيئه القوميه للانتاج الحربي، شغالين كويس قوي في هذا المجال. وفي نفس الوقت بنبص على البنيه الخدميه. البنيه الخدميه زي حضرتك بقى البرامج الابلكيشن هتتكلمي عليها، زي تطوير المحطات، زي توفير في بعض برضه الماكينات اللي هي تقدر تحلق اللي انت تطلعي التذكره من غير برضه ما تروحي على الشباك. ودي على فكره فعلناها في بعض المناطق، زي مثلا نادي 6 اكتوبر في اللي هي تيكتنج ماشين، في تيكتنج ماشين تقدري تاخديها من بعض زي مثلا نادي 6 اكتوبر، في جامعه القاهره، في محطه الجيزه فيها كذا مكنه، في جامعه في محطه مصر فيها المكنه دي برضه. فالاقصده اللي هي تيكتنج باندنج ماشين تي بي ام. فهي دي الخدمات او البنيه الخدميه اللي هي هتقدر تحسن صوره الخدمه بتاعت السكه الحديد، اللي ان شاء الله باذن الله الناس هتشوف. عارف يا معالي الوزير، كملت الاركان على 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 مده 2020 كده. عارف يا فندم، ان شاء الله باذن الله. عارف حضرتك الحلو قوي في اللي بيحصل دلوقتي، انه طبعا هو المواطن هو الاهميه الاولى، وهو اللي بنشتغل عليه في البدايه علشان قبل اي حاجه علشان نوفر له خدمات حكوميه افضل واحسن وما الى ذلك. لكن كمان كل شغل في البنيه التحتيه اللي هو نتيجة سنوات طويلة جدا كان عندي فيه تراكمات، ما كانش عندي فيه شغل كفاية، أو الشغل ما كانش على المستوى، أو يعني ما إلى ذلك. كل عمل حقيقي بعمله النهاردة في البنية التحتية الحقيقية ويليها البنية الخدمية زي ما حضرتك ذكرت، ده كله كمان بيفيدني في الاستثمار،
بما ان انا كل حاجه دلوقتي داخله بقول كيف اشجع الاستثمار، فانا ده كمان نقطه مهمه جدا. يعني دخول التكنولوجي دي في حد ذاتها اكيد، حتى يمكن مش الابلكيشن ده تحديدا، ده ليه نطاق معين استخدامه، بس اكيد البنيه دي هتفيدني في حاجه تانية. ده احنا حضرتك داخلين كمان على حاجه يعني، بس مش عايز اطول على حضرتك في البرنامج يعني، عارف اكيد برنامج النهارده مشغول باعياد 6 اكتوبر، فاكيد في حاجات كتير حد عايز تقدميها، بس من ضمن الحاجات ان شاء الله هنخش فيها اللي هي تنظيم اعمال اللوجيستكس الخاصه بنقل البضايع. اه ودي كلها هتبقى دور الاي تي فيها عالي جدا طبعا ان شاء الله يعني. طبعا لان احنا فعلا من احدى ايجابيات اللي احنا بنطور حاليا دلوقتي البنيه الاساسيه السكة الحديد، ان احنا نستوعب قطارات بضايع مش قطارات ركاب بس. ان قطارات البضايع دي مهمه جدا، اللي هي اللي حسيت فجوه ما بين الانفاق صحيح والدخل بالنسبه صحيح للسكه الحديد، لان هي لازم نعتمد على نقل البضايع ان احنا ندخل دخل كويس. السكه الحديد بعيده عن الركاب، الاسفلت بعيد عن الاسفلت، وبعيد عن الاسفلت وبعيد عن الحوادث طبعا. يعني بص حضرتك النهارده زي ما بتشوف النهارده الطريق الدايري الحمد لله بعد ما رفعنا مبروك يا فندم، حقيقي كنا فخورين بافتتاحه، مبروك يا فندم. وانت حضرتك كنت معايا في اخر تقريبا صحيح انشاء مرحله الانشاء في الدائري الاقليمي، وقلت لي حضرتك يوميها قلت لك ان شاء الله احنا هنخلص الدائري الاقليمي هنمنع النقل الثقيل ان هو يمشي على الدائري القديم، والقرار الوزاري طلع بالفعل والناس شعرت وحست الحمد لله بالامان دلوقتي على الطريق الدائري اكتر. فان شاء الله تخليك بقى يبقى بالك بقى لو احنا كمان نزلنا يعني العربيات البضايع في السكه الحديد اشتغلت اكتر، فدي هتقدر باذن الله تستوعب حتى لو ما شالتش من على، وده مش هدفنا على فكره ان احنا مبروك خدي بالك دي جمعيات وطنيه اللي بتشتغل في نقل البضايع على الطرق، يعني دي الجامعات كلها ليها كل التقدير والاحترام يعني طبعا. انما احنا عايزين نعمل اتزان اكتر للمعادله نسب وسائط النقل البضائع المختلفه، يعني لازم نبص على النقل على السكه الحديد، ونبص برضو على النقل على النقل النهدي. بالوضع الحالي كان زمان اللي هو لحد سنه فاتت كان صعب جدا بصراحه، كان صعب، فلان كانت البنيه الاساسيه مش جاهزه، فاحنا الحمد لله بنحاول دلوقتي نجهز البنيه الاساسيه انها تستوعب نقل البضائع على السكه الحديد كمان سنه ونص كده. هتجد ان شاء الله فرق كبير في الكلام ده، هيزيد الدخل بالنسبه للسكه الحديد، فبالتبعيه نقدر نحافظ على استدامه الخدمه، ودي مهمه قوي استدامه الخدمه. فبقول لك الاي تي برضه هيلعب دور كبير جدا بقى في تنظيم اللوجستيات، بالذات لما نربط نقل البضائع بالمواني الجافه اللي احنا برضو ابتديناها اللي هي دراي بول. اتمنى يا فندم يكون في الموضوع متكامل اكتر طبعا يعني. واتمنى موضوع اللوجستيات النقل البضائع ده كمان اتمنى ان شاء الله نشرف بلقاء جديد مع حضرتك قريبا باذن الله، تشرح لنا فيه اكتر تفاصيل. احنا متفائلين جدا، ومره ثانيه الف مبروك على التطبيق. ممكن حد بس انا بعد اذنك يا ريت ناكد على الشباب يدونا دايما فيدباك، لان برضه مش معنى ان احنا هنعمل هنطلق الخدمه انها هتبقى بنسبه 100% الناس راضيه عنها، لا طبعا احنا يعني مستنيين برضه ريماركس وفيدباك برضه من الشباب ومن اهلنا. حاضر. عشان نحسن الخدمه ان شاء الله بحيث انها تنول رضاهم، وان شاء الله جموع المستخدم باذن الله يكونوا مبسوطين من هذه. سؤال اخير لحضرتك يا فندم، دلوقتي من بكره ان شاء الله الابلكيشن هينزل على الموبايل، هنزله من بلاي ستور، ده الاندرويد، ابل ستور امتى؟ بالظبط هو البرنامج اسمه قطارات مصر. اه حجز واستعلام بالظبط كده. تمام انا هاكد على ده وهنذيع الفيديو حالا، بس ابل ستور يا فندم هينزل عليه امتى لكل مستخدمي ابل؟ انت عارف حضرتك استخدام الاندرويد، نظام الاندرويد يمكن من اكثر 90% يعني من 90% من مستخدمي السمارت فونز في مصر بيشتغلوا بنظام الاندرويد. بس مش معنى كده احنا هنحرم الابل، احنا شغالين عليه ان شاء الله باذن الله، يمكن في خلال الشهر اللي جاي ده باذن الله ان شاء الله او 45 يوم بالكثير هننزل برضه الابس باذن الله. مبروك يا فندم، ويعني حقيقي شغل هايل ومجهود محترم وعمل على الطريق وعمل على الجرارات الجديده حضرتك ذكرتها في بدايه المكالمه، وربط النقل البضائع كمان بالسكه الحديد، ده ان شاء الله ان شاء الله يا رب ده هيبقى يعني ليه علاقه كبيره قوي ان احنا نخلص باذن الله من كابوس بقالنا سنوات طويله جدا عايشين فيه موضوع النقل اللي بيطلع على الطرق السريعه. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي الوزير الدكتور مهندس هشام
عرفات وزير النقل، غدا بإذن الله ينطلق تطبيق قطارات مصر حجز واستعلام، قطارات مصر حجز واستعلام. كل مستخدمي اندرويد هينزلوه من على بلاي ستور. في بقى فيديو جميل جدا عشان تعريفي، بيقول لك ايه الخطوات، وحضرتك لو دخلت على الابلكيشن كمان هيشرح لك خطوه بخطوه. يعني حضرتك كل ما بتعمل حاجه نكست نكست نكست، فالدنيا فيها سلاسه جدا. تعالوا بس نشوف الفيديو ده مع بعض عشان نعرف كيفيه التعامل مع هذا التطبيق الجديد اللي بفكر حضراتكم باسمه قطارات مصر حجز واستعلام.